افتتحت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة مشروع توسعة قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، ويأتي مشروع التوسعة في إطار خطة عمل وزارة الصحة للحفاظ على سلامة المترددين على هذا القسم الحيوي وتوفير أعلى معايير السلامة سواء للحالات الطارئة أو المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا أو المؤكد إصابتها بالفيروس. وقالت وزيرة الصحة خلال افتتاح التوسعة الجديدة إن المشروع يأتي تلبية للاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا في جميع دول العالم، وإدراكا بضرورة مواكبة المستجدات في مجال الخدمات المقدمة ومعالجة الحالات المتزايدة التي لا تتردد على القسم، فضلا عن تحقيق الرؤية العامة الرامية للارتقاء بمستوى الأداء في هذا القسم الحيوي. وبيّنت الوزيرة أنه سيتم الاستفادة من المساحات والأبنية المجاورة لقسم الطوارئ التي تقع ضمن نقاط المجتمع لتخفيف الضغط على قسم الطوارئ في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، خصوصا الحالات القائمة لفيروس كورونا وفصل مرضى الطوارئ عن الحالات القائمة أو المشتبه بإصابتها بالفيروس كأحد الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا. وقد تم تشييد المبنى ليضم غرفا للمرضى بطاقة استيعابية لمئة سرير. هذا ويتكون المشروع من قسمين رئيسيين، ويضم كل قسم وحدتين بطاقة استيعابية لخمسين سرير لكل منهما تختص للحالات القائمة بفيروس كورونا. وقد تم تخصيص 14 سريرا لمرضى الغسيل الكلوي إلى جانب تخصيص وحدة للعناية المركزة بطاقة استيعابية لستة أسرة. اليوم طبعا تواصل وزارة الصحة إنجازاتها عامة بالنسبة للتعامل مع جائحة الكوفيد. اليوم عندنا افتتاح مبنى جديد بزيادة على قسم الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي. هذا المبنى تم استغلال أرض قريبة جدا من قسم الطوارئ الحالي وحولناه إلى الفريق، طبعا تم تحويل هذا المكان إلى مكان بيكون مخصص بالنسبة لحالات الكوفيد المصابة أو المشتبه فيها، والتعامل معها كحالة طوارئ بعيدة عن قسم الطوارئ الحالي. هذا المكان اللي تم تجهيزه في خلال تقريبا حوالي 6 أسابيع، وهذا إنجاز كبير عامة. منشأة بجميع تفاصيلها يحتوي على أقسام مختلفة، حوالي تقريبا 100 سرير كإضافة على الأسرة اللي موجودة في قسم الطوارئ، وكذلك في هناك قسم للعناية القصوى للمرضى اللي بيحتاجون إلى عناية قصوى خلال تواجدهم في هذا المبنى، حيث أنه مبنى طوارئ. بيعتبر طبعا إضافة كبيرة جدا في التعامل مع جائحة الكورونا، أن بيكون هناك في قسمين معزولين عن بعضهم بعض، قسم للمصابين وقسم للمشتبه فيهم والتعامل بهم بذلك، ومثل ما خبرنا بالنسبة حق العناية القصوى. هذه الإنجازات إن شاء الله باستمرار، وزارة الصحة بتستمر في تقديم جهودها طول الوقت، والفريق الوطني في البحرين لمكافحة مرض الكورونا بيكون كذلك مستمر في تقديم هذه الخدمات، ونعتبر هذا يعتبر اليوم إنجاز وإضافة جديدة على ما يعني تقوم فيه وزارة الصحة من تقديمه.